يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. زي ما انتوا كده شايفين الكستانة وجمالها تحفة، ما اعتقدش ما فيش بيت بيخلو منها طول فترة الشتاء، فصل الشتاء. يا سلام دي كده وانتي قاعدة بقى تاخديها مع الشاي، رهيبة رهيبة رهيبة. ويا سلام لما تعمليها حار بحار كده قدامك، يا سلام بيبقى طعمها ليها طعم تاني بصراحة. ولكن النهاردة هنعمل على طريقة السهلة والسريعة على عين بوتاجاز. هتبدأي تجيبي كده طوى وتاخدي الكستانة بتاعتك وتقسميها من فوق زي ما انتوا شايفين كده، بس بتشرحيها ما بتنزليش اللحم، بس تشرحيها من فوق. طيب بعد ما حطيناها على النار هتبدأي تتابعيها، بتبدأ تتفتح كده واحدة واحدة ورا التانية لين كلها تستوي. تبدأي بس تهزي كده الطاسة عشان تغيري مكان كل واحدة عن التانية، بتخليها على ظهرها والفتحة هي اللي تكون فوق. طيب زي ما انتوا شفتوا كده سبتها لغايه ما نشفت خالص من الميه واتشوت من تحت بس كده، واتفتحت كلها وبقت تمام وجاهزه للاكل ان شاء الله. هتجيبي صحن التقديم او بوله او اي حاجه، صينيه كده ساتو شكل حلو، اي حاجه تحبي تقدمي فيها الطريقه بتاعتك، وجنبها مطره الشاي زعفران. وبألف هنا وشفا، يا رب تكون عجبتكم طريقتي. اتمنى قبل ما تطلعوا من الفيديو تاخدوه وتعملوا مشاركة مع كل أصحابكم محبين الكستانة، وكمان اتفرجوا على بقية فيديوهاتي هتعجبكم قوي. ما تنسوش تروحوا قناتي على اليوتيوب تشتركوا فيها، وكمان خدوا اعملوا اعجاب للصفحة على الفيسبوك علشان تستمروا معايا وتبقوا معايا على طول. بصوا بقى جمالها واحنا بنفتحها، دايبة دوب بتتفتح في ثواني، القشرة بتتفصل بلحظة مش بتضايقك خالص. شايفين بقى دي كده بعد ما اتفتحت تقدري تحوليه لمارون جلاسيه. انتظروني الحلقه ان شاء الله مع احلى مارون جلاسيه بالحياه كلها، بطريقه بسيطه قوي وسهله جدا، بس بتاخد ايام شويه، ولكن هتعجبكم جدا طريقه مارون جلاسيه بتاعتي. دعوه من قلب الام بالرحمه والمغفره، ولكم للاموات، ونتقابل فيديو جديد. باي باي، اسيبكم بقى واروح استمتع مع احلى كستانه بالحياه كلها.